انا كنتش عارف انك بتتكلم الماني يا استاذ يوسف. نعم بتكلم يعني انا عارفه ان ايه في فرنساوي وفي يعني في لغات جامده بس ما كنتش عارفه الالماني ده. بما انك ذكرتي المدرسه الالماني تعليم خرافي وكل اللي انت عايزاه بس من اول الحضانه لغايه الثانويه العامه الالمانيه اللي هي سنه زياده عن الثانويه العامه المصريه المدرسه كلها فيها 800 طالب المان كتار جدا مصريين عدد معقول بس انت كانك في مستعمره كده جيتو ساحل شمالي على الضيق واتخنقت يعني في لحظه معينه في انضباط جدا نظام جدا يعني انا بحب الانضباط والنظام ما عنديش مشكله مع ده هي فكره انك ايه علاقتك بالدنيا اللي براكي ده مجتمع مقفول جدا والعربي مكسر يعني يا سلام اليوم اللي ننزل فيه مثلا سيدنا الحسين وناكل كشري نعتبر ان احنا عشنا مغامره كبرى يعني ففي لحظه معينه كده بالنسبه لواحد عايز يبقى سينمائي يعني من وانا صغير عايز ابقى سينمائي وعايز يلاغي الناس يعني خانقه جدا فقلت هدخل الجامعه تحديدا جامعه القاهره وطبعا كانت صدمه انك انت مره واحده من ال 800 طالب دخلتي على ايه عالم ايوه بس برضه كليه سياسه واقتصاد يعني مش زي كليات تانية فيها الافات ايوه استاذه منى ما هي بين كليه التجاره وبين كليه الاداب وقدامها كليه الحقوق فلا وبعدين في حركه طلابيه احنا بنتكلم عن السبعينات عجوز انا بس مفعم بالشباب الله يخليك فبس فكان بالنسبه شباب طبعا بس على فكرة أنا الكلمة دي لما قلتها ما كانش من باب المجاملة كانت من باب التوصيف يسري نصر الله عنده روح شابة جدا في كل حاجة في آرائه في الحياة في اقتحامه للقضايا العامة مش بس في السينما يعني أنت شخص الشباب جواك بيلت إن ملوش علاقة أبدا الله يخليك يعني صوتي باين فبس فبقولك لقيت فرق بقى كبير ما بين المدرسة الألمانية والجامعة وبعدين يا سلام دلوقتي هدخل معهد السينما اللي هي حلمي دخلت معهد السينما لقيت انه جيته أصغر كمان من المدرسة اللي أنا كنت هربان منها ان عدد قليل جدا من الطلبة قاعدين بيكلموا سينما طول الوقت ومش بيتكلموا سينما عن موضوعات ولا بتاع بيتكلموا اللقطة الفلانية فاتخنقت برضو فقلت لا انا مش عارف اعمل سينما بالطريقه دي مش عارف اتكلم مع الناس مش عارف اتفاعل مع مش وزائد حته الغرور بتاعت الشباب ان انا فاهم سينما اكتر منكم انا كنت بكتب في نادي السينما في النشره بتاعت نادي السينما وفي يعني نشط جدا في في علاقتي بالسينما فرجعت كليه الاقتصاد وخلصت البكالوريوس وبعدين هعمل ايه